ونبض الشارع الرياضي المغربي قبل ساعات من قرعة المونديال. بالتأكيد، فإن أنظار المغاربة جميعا ستتوجه نحو أشغال القرعة التي ستوزع مجموعات كأس العالم في روسيا. المتتبعون هنا من رياضيين ومراقبين وصحفيين متخصصين وكذا فنيين يرغبون في أن يحظى الأسود بمعادلة مسموح بحلها داخل المونديال، بمعنى أن تكون المجموعة التي تضم الأسود ذات إمكانيات لفك الصعوبات المرتبطة بالمنتخبات الأخرى. وتولت الصحف المغربية تعليق السبق على هذه القرعة، فمثلا جريدة الأخبار عنونت هذه الانتظارات بالأخبار تقرأ فنجان الأسود في قرعة مونديال 2018، ثم جريدة الأحداث المغربية التي اختارت عنوان كل شيء عن قرعة المونديال، ثم جريدة النخبة التي قالت المغاربة منقسمون في نسج خيوط المجموعات بين الصعب والسهل. هذه الأهمية في المتابعة الإعلامية لها جدوى ولها أهمية ولها منتوج على صعيد المستقبل القريب، إذ أن الإعلاميين سيقرؤون ما بعد القرعة رصيد هذه المنتخبات ومكونات هذه المنتخبات وقوة هذه المنتخبات، بالإضافة إلى الفنيين والرياضيين والجماهير الرياضية كذلك. شكرا الأخضر، الأجواء كانها في موسكو وليست في الرباط. فاصل قصير ونعود للمزيد، أرجو أن تبقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. الحديث عن المغرب، عن الانتظارات. كابتن عزيز، اخترت لنا القرعة ربما الأسهل والقرعة الأصعب التي يجب على المغرب أن يتفاداها في المونديال. والله سوف أبدأ بالأصعب ونأخذ رأي. بدأنا بالأسهل. الأسهل. الأسهل أحسنت. الأسهل. خلينا سهلها. والله هو أسهل، ولكن في ظل الموجودين يعني ما كانش فريق سهل ولا نعم. كبير يعني كل فريق يعني لنقول اللي في يعني المتناول نسبيا. يعني المجموعة الأولى اختارت بولندا، يعني أظن بولندا، ثم اختارت المكسيك. لماذا اختارت المكسيك عوض البيرو او ممكن اختارت كولومبيا؟ لان المكسيك يلعب في بطولة شمال امريكا، بما ان بيرو وكولومبيا كيخرجوا من اقصائيات مع فرق قوية يلعبوا دائما مع الارجنتين، اظنهم اقوى من المكسيك، لذلك يعني اختارت المكسيك. بولندا، المكسيك، واختارت ايسلندا. ايسلندا والمغرب. والمغرب. نعم. هذه الاسهل، نتمنى ان شاء الله. لا انتظر على الشاشه هذه اختيارات كابتن عزيز. بولندا المكسيك، وهذه امنياتك لنقل ان شاء الله. هذا في حال القرعه كانت رحيمه بالمغرب، يمكن ان تكون الصوره هكذا. ماذا لو القرعه كانت صعبه على المغرب؟ لو كانت القرعه صعبه اظن بالنسبه لي احسن منتخب لحد الساعه وهو في الفورمه هو فرنسا. فرنسا ثم الأوروغواي. الأوروغواي في القارة الأمريكية دائما هو خلف البرازيل، إذا دائما وتاريخه يشهد له في البطولات كأس العالم. أظن في الأوروغواي خصم صعب بتواجد كافاني وسواريز في الهجوم. في المجموعة الثالثة اختارت السويد، هذا الفريق الصاعد، فريق اللي أقصى إيطاليا ذهابا وإيابا، يعني فاز عليها بإصابة 1-0 وما استطعت إيطاليا أن تفوز عليه في إيطاليا. إذا 0-0 أظن بأن مستوى هذا المنتخب منتخب صاعد وممكن يخلق المفاجأة في كأس العالم. يعني هذه الأصعب ولا هذه الأصعب؟ الأصعب. الأصعب. نفس الشيء. فرنسا لا، فرنسا لا، عزيزة. لا حطيت أنا حطيت أوروغواي بدل إسبانيا. هذا اختياري لأن أظن بأن الأوروغواي صعب على إسبانيا تلعب مع الكرة. أوروغواي لاعبين خشنين في الدفاع، أنت تعرف المدافع الأتلتيكو مدريد جودين، يعني هاد اللاعبين كلهم يلعبون لسواريز ولكافاني في الهجوم، إذا فريق صعب المنال. بين إسبانيا فريق ممكن يلعب مع الكرة، ولكن إسبانيا ليس مش هتشوف الكرة. لا ولكن إسبانيا ليست بالتيكي تاكا المعروفة لما كان إكزافي في أوج عظمته، لما كان إنيستا في أوج العظمة. في كل حال تغيرت قوة إسبانيا. نعم، إيرفي رونار مدرب منتخب المغرب ورأيه في المرتقب في هذا المونديال والذي قاد المغرب للكأس العالم بعد غياب منذ 98. نتابع. À mon avis, importe peu.
L'important, c'est d'être au tirage. C'est qu'il y ait la boule du Maroc, c'est ça le plus important. Après, vous savez, parfois, on est content du tirage au fond de soi et puis on ne réussit pas grand-chose de bien. C'est par expérience, je vous dis ça. Et parfois, on a l'impression que le groupe est insurmontable et puis on réussit de grandes choses. Donc, le tirage au sort, c'est pour les médias. On fait beaucoup de commentaires. Chacun y va de ses pronostics, de ses spéculations. Là, ça va être dur, hein, mais c'est le football qui règle tout. C'est sur le terrain. Et quand on est sur le terrain, on peut toujours créer des surprises. Il y a toujours des surprises dans le football. Donc voilà, il faut être optimiste. الآن إلى المنتخب السعودي.